لمزيد من التفاصيل حول الشأن السوري ينضم إلينا من إسطنبول الباحث السياسي السوري صالح فاضل. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، مرحبا بكم. في ظل تصاعد الحديث عن عملية إدلب وتزايد التحذيرات الغربية، هل تتوقعون أن يقدم النظام على هذه العملية في وقت قريب؟ والله أتوقع أن النظام لا شك حقيقة لا يدخل في هذه المغامرة إلا بالتوافق مع روسيا وإيران أو مع روسيا على الأقل، لأن النظام لم يخض معركة واحدة لوحده إلا وانهزم بها. أيضا الروس لا يستطيعون أن يتدخلوا برديا، أيضا روسيا المتتبع لدى استقرارنا لأعمالهم لم يعملوا إلا بشكل عسكري جوي تدميري وبعدها يدخل النظام. فالآن المسألة معلقة لوقت قصير، ربما بعد 15 أيلول أو 14 من هذا الشهر، حيث الاجتماع المقرر بين دول روسيا وإيران وتركيا وألمانيا، أيضا دخلت على الخط. وألمانيا عندما تدخل على الخط لا تمثل ألمانيا كدولة، وإنما تكون ممثلة لدول الاتحاد الأوروبي على الأقل، وربما الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. نعم. لأن معركة إدلب ستكون لها نتائج خطيرة على الأمن الأوروبي بسبب مئات الألوف السيد صالح ممكن يتوجهوا إلى هناك. بحديثكم عن هذه المواقف الغربية، كيف تصفون هذا الموقف الغربي حيال إدلب على عكس باقي المدن الأخرى؟ لا شك يبدو أن المعروف أن الجهة الشمالية من سوريا هي الموصولة مباشرة تقريبا مع أوروبا عبر تركيا، ولذلك إدلب هي ليست كالمدن الأخرى أهمية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. يعني لم نشاهد، معذرة على المقاطعة أستاذ صالح، لم نشاهد هذه المواقف مثل هذه المواقف الأمريكية والأوروبية والروسية أيضا، سواء في الغوطة أو حلب. هل تظنون أن 3 ملايين إنسان الذين يتواجدون اليوم في إدلب هم السبب؟ نعم لا شك. الحقيقة هو بالنسبة للغرب عامة القضايا الإنسانية ما بتهمه أبدا، ما بتهمه. إذا اقتضت المصالح الغربية قتل الملايين هم يقتلون، وجربنا الغربيين حتى في الحرب العالمية الثانية وأيضا في الحروب الأوروبية التاريخية قتل 70 مليون، وأيضا في سوريا قتل اليوم أكثر من 1 مليون استشهدوا، وفي الجزائر وفي العراق وفي كل الدول. الحضارة الغربية بطبيعتها حضارة وحشية لا إنسانية، ما عندها مشكلة في التصفيات البشرية. المشكلة تتدخل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عندما تتضرر مصالحها فقط، عندها تستخدم الملف الإنساني وحقوق الإنسان وغيرها، إلا أن الإنسان لا قيمة له عند هذه الدول، لأنهم حقيقة من صنع السلاح، وإنهم من يزود بشار الأسد، وإنهم من أعطى الضوء الأخضر لإيران ولروسيا في تدمير سوريا. الباحث السياسي السوري صالح فاضل كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.